بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للمباراه ديال اليوم الحمد لله جينا عازمين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه باش ما نبقاوش نرجعوا للوراء من ناحيه ديال الترتيب العام. الحمد لله اللاعبين ديالنا كانوا في المستوى والحصص التدريبيه والحصص اللي كنا بنين عليها من الجانب النفسي مع عطات الاكل ديالها بقياده الدكتور زكريا. اذا اللاعبين تحرروا من هذاك الاحساس السلبي اللي كان عندهم. ومنذ بدايه المباراه بان الفرق بين المردوديه الذهنيه اللي اثرت على اللي عطات واحد نقطه ايجابيه على المردوديه الجماعيه ديال الفريق. والحمد لله اللاعبين كانوا في مستوى لا التقني ولا البدني ولا الذهني باش حققنا هذوك جوج الاهداف. وبعد رغم التسرع كنا نسجلوا اكثر من جوج ديال الاهداف. وكنهني اللاعبين ولا الطاقم ولا الناس المسؤولين على هذه النتيجه اللي ما جاتش عن صدفه. والحمد لله ومازال الطريق قدامنا طويله باش نخرجوا من هذه المرتبه اللي ما كتشرفش فريق راسينغ البيضاوي. بالنسبه للفريق وداد التماره الفريق اللي كان عليه واحد الضغط الميدان ديالو كان خصو يربح باي وسيله. وهذا اللي لعبنا عليه حنايا باش يمكن لينا نكونوا في المستوى الذهني. حنايا رجعنا المسائل السلبيه الى المسائل الايجابيه باش تحررنا وخذينا المبادره منذ انطلاق المباراه وحصلنا على فرص كثيرة في هذه المباراة هذه. وفريق التمارة عنده لاعبين في المستوى الكبير وما كيستحقوش هذه المرتبة هذه. وهذا الضغط هذا ربما غادي يأثر عليهم بزاف في المستقبل. كنشكر لاعبين جماعة ديال فريق راسينغ البيضاوي اللي كانوا عازمين منذ بداية الأسبوع على باش يجيو هنا يحققوا نتيجة إيجابية باش يمكن لنا نغيروا المسار ديال 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 هذه النتائج السلبية. وهذا ما تأتى لنا له اليوم إن شاء الله. وكنتمناو نمشيو في هذا الطريق الصحيح ان شاء الله. كنظن بان النتيجه ديال اليوم الحمد لله كانت ايجابيه لان حاولنا ان نخرجوا هاد اللاعبين الحمد لله بفضل السي عبد الحق مندوزا اللي فكر في واحد النقطه اللي هي ايجابيه بزاف وهي انه حضر لنا ان كوتش مونطال اللي هو السي زكريا. فهذيك يعني الحصه ولا جوج حصات اللي دار معهم فاعطى الثمار ديالها الحمد لله وطلقوا الدراري وخرجوا من ديك العاهه النفسيه اللي كانت عندهم. واليوم راه يعني عطاونا يعني عطاو هذاك الشيء اللي كان خاصهم عطاوه اليوم. لان خرجوا من ديك الضائقه ديال 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 الضائقه النفسيه خرجوا منها اليوم. والحمد لله يعني كانوا في المستوى الكبير لا من حارس المرمى اللي اول مقابله ليه اللي صراحه كنشكروا من هذا المنبر لان دوز واحد المقابله في المستوى الكبير وقا هي اول مقابله ليه لان مونك دو كومبيتيسيون داكشي. ولكن الحمد لله كان عطى داكشي اللي بغينا وعطى اكثر. وما نساوش ان عندنا حراس اللي جايين في المستقبل ان شاء الله حراس صغار اللي كيترينوا مع الفريق الاول. وكنظن بان لا خوف على فريق الراسينغ البيضاوي لان بوجود الطاقم التقني واللي وراهم السي عبد الحق مندوزا. فان شاء الله غادي 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 تكون هذه انطلاقه ديال الفريق راسينغ البيضاوي ان شاء الله. المجهود الجماعي كان في المستوى الكبير لا من ناحيه اللاعبين ولا الطاقم. يعني صراحه يعني نستحقوا الانتصار لان كنا عازمين باش ننتصروا وانتصرنا الحمد لله وربي ما خيبناش. اللهم لك الحمد.